المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. دريما مرتبة الدين مرتبونا غا إحسان دي. الإحسان ركن واحد. إحسان يو ركن دي. هذا الركن تحت هذا الركن إما عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دي ركن لاندي يا دا أنبياء كرامو عليهم الصلاة والسلام عبادة دي. هذه المرتبة أقوى دافع يدفع الإنسان لهذه المرتبة للعمل للعبادة هو الحب والرغبة والشوق فيما عند الله. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أو دا أو جدا مرتبة إنسان شوق ورغبة ترفت بوزيك بجدا الله رب العالمين سردي لك سنجا جوي أفلا أكون عبدا شكورا شكر ترفت رغبة هرسا غبا دي مرتبة كذي. إذا لم أستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أخرج عن المرتبة الثانية عبادة خوف مراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. كشرت زاد ديدا غتا نشم رسيد لأنه دي إمكان نشتا شد دوامي مرتبة رز أوزم جا خوف دي شيء أغي معناه دا شيء الله رب العالمين داس عبادتك شيء تين نويني إنه الله رب العالمين تاويني. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. بد إيمان بأركانه باندي دا رنجي الدين أو دا إحسان باندي دليل لجبريل عليه الصلاة والسلام هذا حديث ده. نعم نهتم بهذا الحديث ونعتني به ونحفظ ما فيه والله أعلم. بدي حديث ما نبي اهتمامك ودا بواي وسجل بكيد هذا بيا دو إن شاء الله.